التفريغ المكالمات ايوه اللي هي اتصالات زادت ما بين قيادات كانت موجوده في مكتب الارشاد بيدوا اوامر في ذلك الوقت. ايوه اعتقد منهم بشلاوي مش عارف مين، اسماء كتيره يعني. بالظبط. في الناس في اليوم ده قال لك هو بعيدا عن الحكم، ايوه، انه القاضي لما بيشوف قضيه بالحجم ده بيقرا كل تفاصيلها ولا محتاج انه الاعلام ممكن ياثر عليه انه في فيديوهات بتتعرض في لا ناس لا 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 خالص؟ بص لا بص الـ بص الـ الـ دلوقتي بقت ايه؟ دلوقتي بقت ايه؟ الـ الفيديوهات اللي بتتعرض بتجيلنا في المحكمه وبنعرضها. يعني هو حتى بتيجي من ضمن اوراق الدعوه، واخد بال حضرتك، وبتتعرض وبنعرضها، وبعدين بنشوفها زيها زي اي بتاع ده، اي مستند او اي ورقه في الدعوه، واخد بال حضرتك، وبنقراها وبنشوفها، ولا بتاثر علينا في اي حاجه خالص اطلاقا. نعم، بتاثرش علينا في اي حاجه اطلاقا. يعني الفيديو ده، طب رد الدفاع ايه عن الفيديو ده؟ قول لنا ايه رايك في الصوره دي، طب ايه رايك في المقطع ده والمقطع اللي بعده والمقطع اللي بعده، لغايه ما بننتهي من كل المقاطع، وبعدين بنشوف رأي الدفاع فيها ايه في المقاطع دي، وبعدين طبعا الدفاع بيقعد ينازع ويقول المقاطع دي تم عليها مونتاج مش مونتاج، بنوديها تاني اللجنة تشوف اللجنة اذا كان فيها مونتاج ولا ما فيهاش مونتاج، واخد بال حضرتك، وبعد كده في الاخر خالص بيقولوا لا، الحاجات دي كلها سليمة والحاجات دي كلها كويسة ما فيهاش اي حاجة، بعد كده بنحصل المداولة وبنحكم فيها. ما فيش فيها اي مشكله خالص. شفت الارهابيين الفارق بينه وهم في القفص بيحاكموا وهم لما كانوا بيحكموا البلد، شفت الفرق ايه يا فندم؟ شوف يعني قلت سبحان الله، يعني دول هل في يوم كان الناس دي بتحكمنا؟ ده ايه ده؟ يعني 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 الاشكال دي كانت بتحكم مصر ازاي؟ انا كنت بستغرب بصراحه الاشكال دي بتحكم مصر ازاي؟ حاجه مش ممكن يعني. فالحمد لله، هو بص، هو ربنا عمل كده عشان النفض او يعني ايه الاحتيال اللي كانوا بيحتلوه الناس دي على الشعب المصري. نعم. بدعوى الدين وانهم ناس طيبين والناس بتوع زيت وسكر والناس مش عارف بيوزعوا ايه، كل الكلام ده، واخد بال حضرتك. الحمد لله ان ربنا جاب الناس دي سنه عشان الناس تعرف الناس دي ايه، ويعرفوا ان هم دول النصابين اللي على حق ونصبوا على الناس ازاي، واخد بال حضرتك، والحمد لله.